السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي المحاضرة السادسة في مادة المحاسبة الضريبية 2، والخاصة بفرض الضريبة الموحدة على الدخل. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان الضريبة الموحدة على الدخل بفرضها على حاجتين، على الأشخاص الطبيعيين وعلى أرباح الأشخاص الاعتباريين. وقلنا الشخص الطبيعي يقصد به الإنسان، والشخص الاعتباري يقصد به الشركة، أيا كان الكيان القانوني للشركة، هل هي شركة أشخاص، هل هي شركة أموال، هل هي شركة واقع، بغض النظر عن الشكل القانوني للشركة. فالضريبة دي بتفرض على نوعين من الممولين: الممولين الأولانيين اللي هم الأشخاص الطبيعيين البني آدمين، والممولين نمرة 2 اللي هم الشركات بنقول عليها الأشخاص الاعتباريين. وخدنا أول حاجة الضريبة على دخل الشخص الطبيعي، وقلنا إن الضريبة دي بتفرض على إجمالي الدخل السنوي اللي جايله من مصادر الدخل المختلفة، سواء جايله من مرتب أو من أرباح تجارية وصناعية أو صافي إيراد مهن حرة أو صافي إيراد الثروة العقاري. بجمع كل دول في نهاية السنة بفرض عليهم الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. طبعا قبل ما أفرض الضريبة بشيله الإعفاء الضريبي المقرر في هذه الضريبة على الأشخاص الطبيعيين، وهي 5000 جنيه لكل شخص. بنيجي نشوف إجمالي الدخل السنوي للشخص الطبيعي وليكن مثلا 100,000 جنيه، بنطرح منه الإعفاء للأعباء العائلية اللي هو 5000 جنيه، يبقى الباقي اللي هو 95,000 ده وعاء الضريبة، ده المبلغ الخاضع للضريبة. دوت مش مطبق في الأشخاص الاعتباريين، لأن الشخص الاعتباري ملوش إعفاء. فمثلا لو قالنا صافي ربح الشركة مثلا 500,000 جنيه، مفيش إعفاء، يبقى 500,000 جنيه كلهم هم وعاء الضريبة أو المبلغ الخاضع للضريبة. فكل الأرباح اللي جاية أو الدخل اللي جاي للشخص الاعتباري بيخضع للضريبة، لأنها ضريبة نوعية. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين فهي ضريبة شخصية. الضريبة الشخصية بتدي إعفاءات، الضريبة العينية ما بتديش أي نوع من أنواع الإعفاءات. وجينا خدنا مع بعض قبل كده صافي المرتب ازاي بنحسبه، وبعدين صافي ايرادات مهن الحرة ازاي بنحسبه، وبعدين ابتدينا في صافي الارباح التجارية والصناعية. صافي الارباح التجارية والصناعية دوت بنحسبه عن طريق ان احنا بنعمل قائمة الدخل، بنحط فيها الإيرادات ناقص تكلفة المبيعات بيديني مجمل الربح، ناقص المصروفات والإهلاكات بيديني صافي الربح المحاسبي. ديت قائمة الدخل اللي نقدر نعملها في صورة حسابات: حساب متاجرة وحساب أرباح وخسائر. حساب المتاجرة بيطلع رصيد هنا، ده مجمل الربح، وحساب الأرباح والخسائر بيطلع رصيد هنا، ده صافي الربح. يا إما بنعملها بقيمة الدخل يا إما بنعملها عن طريق الحساب، المهم في النهاية بنوصل لصافي الربح. وعددنا
أوجه الأنشطة التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة. قلنا مثلا زي صافي ربح محل تجاري، صافي ربح مصنع، مثلا صافي ربح تأجير المعدات الرأسمالية، مثلا صافي ربح الصفقة الواحدة، صافي ربح أصحاب الحرف، صافي ربح السمسرة، صافي ربح تجارة العقارات، صافي ربح تشييد العقارات وبيعها، صافي ربح تقسيم الأراضي، وصافي ربح تربية المواشي والدواجن والنحل، صافي ربح صيد السمك. دي بعض أوجه الأنشطة التجارية والصناعية اللي المفروض صافي ربحها يخضع للضريبة، إلا إن في بعضها القانون أعفى مؤقتا من الضريبة. ديت الحاجات اللي خاضعة للضريبة على الدخل من النشاط التجاري والصناعي. لكن المشرع ادانا إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي، والإعفاءات دي نوعين، في إعفاءات مؤقتة وإعفاءات نهائية. نيجي للإعفاءات المؤقتة. الإعفاءات المؤقتة لها إعفاء فترة معينة، يعني مؤقتة يعني فترة معينة وبعدين ترجع تخضع للضريبة، زي إعفاء أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، وذلك لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط. الحاجة الثانية إعفاء أرباح منشآت الإنتاج الداجني وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصائد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء النشاط. إعفاء أرباح تربية المواشي والنحل، وذلك لمدة 10 سنوات برضو من تاريخ بدء مزاولة النشاط. بعد انتهاء الإعفاء العشري دوت اللي هو 10 سنوات من بداية النشاط، الحاجات الثلاثة اللي قلنا عليها ديت، يبتدي صافي الربح بتاع هذه المنشآت يخضع للضريبة. وبعدين القانون اشترط لتطبيق الإعفاء للمشروعات الجديدة بتمويل من الصندوق الاجتماعي. في ساعات الصندوق الاجتماعي بيساهم في بعض المشروعات لبعض المستثمرين، وده إعفاء برضه ليه، بس في شروط للإعفاء من الأرباح الناتجة من تمويل مشروع من الصندوق الاجتماعي، أن يكون تاريخ مزاولة النشاط لاحق لتاريخ التمويل من الصندوق الاجتماعي، وبأن يكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط، أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية. اللي احنا نلاحظه من الإعفاء دوت ان تعفى ارباح المشروعات الجديدة التي ينشئها الممول بتمويل يحصل عليه في صورة قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية. الإعفاء مقيد بمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء انتاج بحسب الاحوال. يبقى الإعفاء المؤقت الاولاني بتاع منشآت تربية المواشي والدواجن والنحل وصيد السمك 10 سنين من بدء مزاولة النشاط، أما الإعفاء الثاني دوت بداع المشروعات اللي تمول من الصندوق الاجتماعي لمدة 5 سنوات. وبعدين مثلا افرض ان احنا عندي مثال، اذا واحد من الافراد حصل على قرض قيمته 50,000 جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية واستخدمه في تمويل مشروع رأس ماله مثلا 100,000، وهو دبر الباقي، يعني المشروع عايز 100,000 خد 50,000 سلفة من الصندوق الاجتماعي وهو دبر الباقي. فالاستفادة من هذا تقتصر على عائد رأس المال ممول عن طريق القرض صندوق وهو 50,000، أما باقي رأس المال العائد اللي جاي من باقي رأس المال يخضع للضريبة ولا يستفيد بالإعفاء. فإذا احنا افترضنا أن صافي الربح الفترة ديت 16,000 جنيه وكان المول في فترة الإعفاء، فإن الأرباح التي تعفى من الضريبة
لان هو مول للنص من الصندوق الاجتماعي ونص من موارده الخاصه، فهيتعفي له نص الارباح بس 16000، هيتعفي له 8000 جنيه. اما بالنسبه للارباح اللي جايه ناتجه من تمويله الذاتي او الخاص بقيتها اللي هي النص الثاني 8000، فده بيخضع للضريبه. وبالتالي يبقى الاعفاء بتاع الارباح المشروعات اللي بتمول من الصندوق الاجتماعي اعفاء مؤقت برضه في حدود التمويل. في حدود التمويل. وكمان المشرع اعفى الربح الراسمالي اللي بيحققه الشخص الطبيعي من وراء بيع الاسهم والسندات وغيرها من الاوراق الماليه المقيده في سوق الاوراق الماليه المصريه البورصه يعني. وبعدين لا يجوز خصم الخسائر التي قد تنتج عن التعامل في الاوراق الماليه من اي ارباح خاضعه للضريبه قد يحققها المواطن من نشاط تجاري او صناعي. وما يجوز ترحيل كمان الخسائر دي من ارباح السنه او السنوات التاليه الخاضعه للضريبه تطبيقا لمبدا ترحيل الخسائر، لان احنا عارفين ترحيل الخسائر ده لمده 5 سنوات بس الخسائر ما تكونش من الاوراق الماليه دي بتاعه الممول الطبيعي او الشخص او المشروع الفردي. نيجي بعد كده من ضمن الاعفاءات كمان عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجله في جمهوريه مصر العربيه وعوائد الودائع وحسابات التوفير. وكمان عايزين نعرف المبادئ اللي تحكم تحديد بقى الايرادات الداخله في وعاء الضريبه. عشان ادخل ايرادات جوه وعاء الضريبه جوه وعاء صافي الربح اللي هيخضع للضريبه بيقول لي ايه؟ بيقول لي تحدد الارباح النشاط التجاري والصناعي، القانون بيقول لي على اساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجاريه والصناعيه بما في ذلك الارباح الناتجه عن بيع اصول المنشاه. والتعويضات اللي بيحصل عليها الممول. نتيجه الاهلاك اصل من الاصول او بيع اصل من الاصول او تصفيه الشركه. في 3 مبادئ المشرع خدها في الاعتبار عند تحديد الايرادات الخاضعه للضريبه. عشان ادخل ايراد جه للممول في وعاء الضريبه في مبادئ بتحكم الايرادات اللي انا بختارها عشان تخش في هذا الوعاء. اول مبدا سنويه الربح الخاضع للضريبه. يبقى الربح مش ربح كل عمليه بيقوم بيها الممول خلال السنه، لا ده ناتج العمليات كلها اللي تمت خلال السنة. الربح اللي تم في النهاية يعني على مجموع الأعمال كلها اللي تمت خلال السنة، إذا كان في مكسب باخد الربح النهائي دوت هو اللي بدخله في الوعاء. لكن ربح واحدة عملية أثناء السنة في شهر يناير كسبت، واحدة في شهر فبراير خسرت، واحدة في شهر مارس كسبت، واحدة كل واحدة لوحدها لا. باخد الربح كله بتاع السنة ودخله في وعاء الضريبه. المبدا فيه استثناء على مبدا سنويه الضريبه. يبقى احنا قلنا بناخد الايراد اللي هو بيخص السنه كلها او الربح اللي بيخص السنه كلها وافرض عليه الضريبه مره واحده في نهايه السنه. في استثناء على مبدا سنويه الضريبه. ايه هي الاستثناءات دي؟ الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبه عن فتره تقل عن 12 شهرا، يعني عن سنه، تقل عن سنه. إذا كان الممول في السنة الأولى ما ابتداش في أول السنة أو انتهى في آخر سنة مش في آخر السنة، يعني إحنا السنة مثلا بتبتدي في يناير مثلا، ال 12 شهر بتوع الشركة مش الشركات بتبتدي في أول يناير وتبتدي في آخر ديسمبر. افرض واحد مشروع جديد ابتدى في مارس، يبقى معنى ذلك إن الفترة الأولانية مش هتبقى سنة، هتبقى 10 أشهر من مارس لاخر السنه 10 اشهر. او واحد توقف في شهر 6 اخر 6 يبقى الربح اللي هيخش في اخر سنه عن 6 اشهر. الحاله الثانيه اللي فيها المحاسبه عن مده تقل عن سنه وفاه الممول او انقضاء اقامته او توقفه او مزاوله النشاط او تنازله عن المنشاه قبل نهايه السنه. في حالات ثانيه بقى العكس، جايز احسب الضريبه عن فترة تزيد عن سنة. يبقى أنا عندي 3 حالات. الوضع العادي إن أنا أحسب الضريبة عن ربح سنة. لكن ساعات يحصل لي موقف أحسب الربح الخاضع للضريبة عن فترة تقل عن سنة.
زي البداية مش من أول السنة، أو قفل الشركة نهايتها مش في آخر السنة. في حالات بقى بتحاسب عن الضريبة عن أكتر من سنة، زي مثلا الشركة في أول سنة مالية ونظامها بينص على إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له، تنفيذا لما ينص عليه النظام الأساسي أو عقد الشركة. افرض عقد الشركة قال إن احنا هنقفل الحسابات في آخر ديسمبر، وابتدينا احنا في مثلا في نوفمبر، فهاخد نوفمبر وديسمبر بتوع السنة الأولى واضيفهم على ال 12 شهر بتوع السنة التالية، يبقى أول محاسبة هتتم للمول ده عن 14 شهر. أول ممول عدل السنة المالية بتاعته، بدل ما كانت بتبتدي في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، خلاها تبتدي في أول مارس، يبقى السنة الأولانية من أول يناير لغاية آخر فبراير، يبقى الفترة دي تحاسب عن 14 شهر. المبدأ الثاني بعد سنوية الضريبة مبدأ استقلال السنوات الضريبية، يعني كل سنة حملها بما لها وما عليها، لأن كل سنة بتتحاسب ضريبية لوحدها، فما ينفعش يجي مصروف سنة 2013 أحطه في سنة 2014، وما ينفعش إيراد سنة 2013 أحطه كإيراد في سنة 2014، لأن احنا ماشيين على مبدأ استقلال السنوات الضريبية. في استثناء على مبدأ استقلال السنوات الضريبية اللي هو ترحيل الخسائر. في مبدأ ثالث كمان، مبدأ سريان الضريبة على أساس صافي الربح. الضريبة بتفرض على صافي الربح وليس على إجمالي الإيراد. الضريبة بتفرض على الصافي. الصافي بينشأ من إيه؟ بشوف الإيرادات اللي جات لي، أطرح منها المصروفات، والفرق بينهم اللي هو الصافي أو الباقي هو اللي يخضع للضريبة. وبالتالي لازم نحسب صافي الربح قبل حساب الضريبة على الممول، لأن الربح ده هيخش في وعاء الضريبة. بنحسبه إزاي؟ بشوف أدي الإيرادات ناقص المصروفات يديني الباقي، هو دوت صافي الربح. ده صافي الربح اللي هيدرج في وعاء الضريبة على الدخل. صافي الربح هو اللي هيدرج، مش الإيراد أو إجمالي الإيراد، مش هو ده اللي هيدرج، اللي هيدرج الصافي وليس الإجمالي. الصافي دوت عندي حاجتين، في صافي ربح محاسبي وعندي صافي ربح ضريبي. اللي بيدرج في الوعاء ده اللي يدرج في وعاء الضريبة. صافي الربح المحاسبي مش هو اللي بيدرج في وعاء الضريبة، اللي بيدرج في وعاء الضريبة صافي الربح الضريبي. بنجيب صافي الربح الضريبي ازاي؟ باخد صافي الربح المحاسبي واعمل عليه تعديلات، التعديلات دي بحوله الى صافي ربح ضريبي، ده اللي خاضع للضريبة. يبقى لازم احول صافي الربح المحاسبي الى صافي ربح ضريبي. التحويل دوت او التعديل دوت حاجتين، تعديل صافي الربح المحاسبي عن طريق بنود تضاف لصافي الربح المحاسبي، وبنود تخصم من صافي الربح المحاسبي. المحصلة النتيجة هو ده صافي الربح الضريبي. يبقى لازم أعدل صافي الربح المحاسبي إلى صافي ربح ضريبي
عن طريق تعديلات بالزائد وتعديلات بالناقص. يطلع لي صافي الربح الضريبي اللي هيدرج ضمن وعاء الضريبة. وعشان كده بنقول يتطلب تعديل الربح الظاهر في آخر الباراجراف اللي قدامك ده بالقوائم المالية والمعد وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها ليصبح متمشيا مع أحكام وقواعد التشريع الضريبي وتعليمات مصلحة الضرائب. يبقى أنا بحول الربح المحاسبي إلى ربح ضريبي. بيتحدد الربح بقى الضريبي بعمل عليه تعديلات على الربح المحاسبي، فباجي ببتدي بصف الربح المحاسبي وبعدين بضيف عليه بنود. ايه هي البنود؟ ايرادات معتمدة ضريبية ولكنها غير مدرجة بقيمة الدخل. افرض الممول عنده ايرادات مش داخلة في قيمة الدخل وطبيعتها بتخضع للضريبة، سواء الايرادات دي ما دخلتش سهوا او ما دخلتش جهلا او ما دخلتش تعمد، برجع اضيفها على صافي الربح المحاسب. كمان جايز اكون حاطط مصروفات في قائمة الدخل الضرائب ما بتعترفش بيها، يبقى في حاجتين بيتضافوا على صافي الربح المحاسبي: ايرادات لم تدرك في القوائم الحسابات ومصروفات ادرجت في قوائم الحسابات ولكن الضرائب لا تعترف بها. دول النوعين الرئيسيين اللي بيضافوا على صافي الربح المحاسبي. في حاجتين تانيين بيتخصموا من صافي الربح المحاسبي: ايرادات دخلت في الحسابات ولكنها مش خاضعة للضريبة فبشيلها، وتكاليف الضرائب بتعترف بيها وما خصمتهاش في الحسابات. ودول عكس الحاجات اللي تتضاف. لو بصيت الحاجات اللي تتضاف تلاقي الحاجات اللي تتخصم عكسهم، يعني الاتنين اللي فوق اللي يضافوا يخصم تحت الاتنين اللي خصموا عكس الاتنين اللي فوق. بيترتب على كده ايه؟ التعديلات بالإضافة أو الخصم فروق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي. يبقى في فروق بين الربح المحاسبي وبين الربح الضريبي. نتيجة إن إحنا بنطبق في المحاسبة مبادئ المحاسبة ومعايير المحاسبة، وبنطبق في الضرائب التشريع الضريبي، والاتنين بيختلفوا عن بعض في معالجة بعض البنود. اديك مثال يوريك ايه سبب الاختلاف اللي بيجي في صافي الربح الضريبي عن صافي الربح المحاسبي. اديك مثال بسيط. احنا في المحاسبة مثلا لو عندي حساب ارباح وخسائر وعندي هنا مثلا 10,000 جنيه مخصص تعويضات وكانت نتيجة الربح 50,000 جنيه صافي الربح. بند واحد نيجي في الضرائب، ادي حساب ارباح وخسائر ضريبي، ده حساب ارباح وخسائر محاسبي، مفيش حاجة تتحط للمخصصات مع ان المحاسبة بتقول حط المخصصات. يبقى ساعتها صافي الربح هيبقى بدل 50 هيبقى 60. شفت؟ بند واحد نتيجة المحاسبة بتعترف بالمخصصات فيطلع صافي الربح كده. نتيجة الضرائب ما بتعترفش بالمخصصات فيطلع صافي الربح كده. ففي اختلاف. جه منين التعديل دوت؟ اما خدت انا ال 50,000 صافي الربح المحاسبي، جيت في التعديلات فيضاف، خدت 10,000 جنيه اللي هو مخصص ضفته فأصبح، لأن ده يضاف، صافي الربح الضريبي 60,000. ده بند واحد. طبعا في بنود كتير فيها اختلاف ما بين الضرائب والمحاسبة، وبالتالي هتلاقي لا يمكن يتفق صافي الربح المحاسبي أو يساوي
صافي الربح الضريبي. لا يمكن لاختلاف الأسس اللي بيقوم عليها كل واحد أو الأسس اللي أنا بستخدمها في قياس الربح المحاسبي عن الأسس اللي بستخدمها في قياس الربح الضريبي، لأن ده المحاسبة بتطبق مبادئ ومعايير محاسبية، الضرائب بتطبق قانون أو تشريع ضريبي. يبقى احنا الخلاصة بنقول بيتحدد صافي الربح الخاضع للضريبة على اساس الايرادات الاجمالية التي حققها الممول مطروحا منها التكاليف المصروفات، تكاليف المصروفات اللي تكبدتها المنشأة في سبيل الحصول على هذه الايرادات، وبالتالي يطلع لنا صافي الربح الضريبة. وبالتالي بيتحدد صافي الربح الضريبي ده اللي هو خاضع للضريبة. الإيرادات الإجمالية اللي هي بتخضع للضريبة، العمولة والسمسرة، عوائد السندات اللي تصدرها وزارة المالية، دول بيدرجوا خاضعين للضريبة. طبعا لما بنيجي نعدل في الربح الخاضع الربح المحاسبي عشان نخليه ربح خاضع للضريبة، بفرق بين حاجتين، بين منشأة أو ممول عنده دفاتر وممول ما عندوش دفاتر. الممول اللي عنده دفاتر بشوف الدفاتر بتاعته والمستندات بتاعته وأشوف الربح اللي كاتبه في الإقرار وقارن المستندات والدفاتر بالبيانات اللي ظاهرة في الإقرار. في ممول بقى ما عندوش دفاتر وسجلات، دوت اللي بقدره. يبقى أنا عندي حالتين، حالة إما ممول عنده دفاتر وسجلات ومستندات، وممول تاني ما عندوش دفاتر وسجلات ومستندات. والدفاتر والسجلات والمستندات دي قد تكون بشتغل فيها يدوي، وقد بشتغل فيها عن طريق أجهزة الكمبيوتر. عندي أنواع من المستندات والدفاتر والحسابات. عندي مستندات أصلية، وعندي دفتر اليومية العامة، وعندي دفتر الأستاذ العام، وعندي دفتر الجرد، وعندي دفتر الصنف. كل دي دفاتر بيعتمد عليها المأمور اللي بيجي عشان يقيس صافي الربح الضريبي. فديت المفروض الدفاتر دي موجودة لدى المنشأة عشان يقدر المأمور يقارن اللي موجود في الدفاتر باللي تم وضعه في الإقرار الضريبي بغرض حساب الضريبة وإخضاع الممول للضريبة. عشان كده بيحصل فحص ضريبي لدفاتر وسجلات ومستندات الممول. الفحص الضريبي ده ليه؟ ايه الاهداف منه؟ التحقق من ان دفاتر والسجلات منتظمة من حيث الشكل ومعدة وفقا للاصول والقواعد القانونية والمحاسبية التي تنظم الاحتفاظ والقيد بالدفاتر. لان الدفاتر دي ليها لازم لابد من توافر شروط شكلية وموضوعية في الدفتر اللي انا هفحصه دوت. يعني مثلا من ضمن الشروط ديت ان الدفتر ده يكون مسجل في الشهر العقاري زي دفتر اليومية العام ودفتر الجرد. وبعدين الحاجة التانية ان بنتأكد من صحة البيانات اللي موجودة ومسجلة في الدفاتر عشان يبقى صافي الربح سليم. لأن بما أن صافي الربح ناشئ عن بيانات سليمة وقيود سليمة في الدفاتر عن طريق الدفاتر والمستندات، يبقى صافي الربح سليم. التأكد من أن الدفاتر والسجلات تشمل كافة الأنشطة الممول وأرباحه الحقيقية. اكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر من أخطاء أو تزوير أو تلاعب.
معالجة كل ما جاء بالدفاتر والسجلات المعالجة الضريبية السليمة. نيجي لأساليب الفحص الضريبي. أساليب الفحص الضريبي كتير، في عندي أساليب ومؤشرات بستخدمها في الفحص. بعد الفحص بيطلع نتائج الفحص، يا إما اعتماد الدفاتر يعني الموافقة على اللي متسجل فيها، أو عدم اعتماد الدفاتر يعني بيرفض المأمور اللي فحص البيانات الواردة في الدفاتر، يا إما يعتمد الدفاتر وبالتالي هيعتمد الإقرار، أو هيرفض الدفاتر وبالتالي يرفض الإقرار ويلجأ إلى التقدير. في حالة بقى إذا كان الفاحص اتأكد من عدم أمانة وانتظام دفاتر المنشأة، يلجأ إلى أسلوب التقدير الأربعة الخاضع للضريبة، ويوضح كده في مذكرة الفحص أسس التقدير اللي يعتمدها للوصول إلى تحديد صافي الأرباح. نيجي بقى عندي الإيرادات اللي داخلة في النشاط التجاري والصناعي. الإيرادات ديت لها مفهوم، مش أي إيراد. يقصد بالإيرادات المقابل الذي تحصل عليه المنشأة من بيع سلعة أو تقديم خدمة أو كلاهما معا. يبقى الإيرادات اللي هتخش في تحديد صافي الربح اللي هيخش في تحديد وعاء الضريبة لازم يكون الإيرادات دي متعلقة بإيه؟ ببيع سلعة أو تقديم خدمة. وعشان كده إن الإيرادات بتاعت النشاط التجاري والصناعي الداخلة في نطاق الضريبة هي الإيرادات اللي تنشأ من ممارسة المنشأة لنشاطها التجاري أو الصناعي. أما إذا جالها إيرادات ليس لها علاقة بالنشاط فديت ما تدخلش في نطاق الضريبة، زي إيرادات التصرفات العقارية، زي إيرادات تأجير المفروش. إيرادات التصرفات العقارية يعني تنازل أو بيع أو في عقار، ما تخشش في إيرادات النشاط. أو بأجر جزء كشقة مفروش ما يخشش في إيرادات. عشان كده يمكن تقسيم إيرادات المنشأة الداخلة في نطاق الضريبة إيرادات استغلال العادي زي المبيعات، وإيرادات النشاط السنوي أو العارض اللي هي ما بتتعلقش بالمبيعات، وإيرادات رأس مالية والناتجة من بيع أصول ثابتة أو فقد أصول ثابتة وكده. وعشان كده مأمور الضرائب بيفحص المبيعات وبيفحص مردودات المبيعات وبيفحص أي إيرادات أخرى تحققها المنشأة، لأن الإيرادات قلنا إما إيرادات نشاط رئيسي زي المبيعات، يا إما إيرادات نشاط أخرى زي مبيعات المخلفات زي الفوائد الدين زي الإيجارات الدين زي التعويضات اللي بتحصل عليها المنشأة، دي إيرادات أخرى. وبيجي المأمور يعمل تعديلات على صافي الربح، قلنا اتفقنا مع بعض المحاسبي، ويبتدي يعمل تعديلات. التعديلات ديت تأثر على صافي الربح المحاسبي وتخليه يتحول إلى صافي ربح ضريبي. وعندك دلوقتي قدامك اهو فحص ايرادات مبيعات المخلفات، دي الايرادات السنوية. وبعدين عندنا حاجة مهمة جدا بتأثر في صافي الربح اللي هو مخزون اول المدة ومخزون اخر المدة. مخزون اول المدة ده المخزون اللي جاي من السنة اللي فاتت، كان اخر مدة السنة اللي فاتت، ومخزون اخر المدة السنة دي البضاعة اللي فضلت في المخزن في اخر السنة وانا بعمل الميزانية وبعمل قائمة الدخل، وبرضو المأمور بيفحصها ويشوفها منقولة صح ولا لا وتم تقييمها صح ولا لا، لان بضاعة اول المدة وبضاعة اخر المدة بيأثروا على الربح بتاع المنشأة وبالتالي هيأثروا على الضريبة،
لأنه بما أنهم بيخشوا في حساب الربح هيخشوا في تحديد وحساب صافي الربح اللي احنا بنحوله من صافي ربح محاسبي إلى صافي ربح ايه؟ ضريبي. أهم حاجة بالنسبة للمأمور أنه هو بيعمل تعديلات زي ما اتفقنا مع بعض، تعديلات بالزائد بالإضافة يعني، وتعديلات بالنقص بالطرح يعني. لو جينا بقى لملخص الوحدة الرابعة قلنا بقى فيها ايه؟ نلخصها في ايه؟ يجب ان يتوافر مجموعة من الشروط العامة حتى تسر الضريبة على الارباح الناتجة عن النشاط التجاري والصناعي. ايه هي الشروط ديت؟ ان بيحترف الممول النشاط ده المولد للربح، وان الممول بيشتغل لحساب نفسه مستقل يعني، ما يكونش تابع، لان لو كان تابع يبقى موظف، وان يكون هناك منشأة مستقلة بتشتغل في مصر، وان الحاجة الرابعة انه بيشتغل بغرض الحصول على الربح. لان لو كان واحد ما عندوش غرض الحصول على ربح حتى لو جاله ربح مش هيخضع للضريبة. يبقى لازم الهدف الاساسي من مزاولة النشاط عشان يخضع للضريبة ان هو يكون بيهدف الممول الى تحقيق الربح. وبعدين كمان بنفرق ما بين الاستغلال العادي للنشاط اللي بيطلع منه الإيراد الخاضع للضريبة، وبين النشاط الثانوي اللي هو بيتحقق مش ممكن، ممكن ما يتكررش لكن برضه بيخضع للضريبة. ولازم المأمور الفاحص يراعي وهو بيفحص الإيراد النشاط الرئيسي وإيرادات النشاط الثانوي. لو جينا احنا شفنا بعض الأسئلة على الوحدة الرابعة، فنلاقي مثلا شرط سؤال بيقول اكتب بإيجاز في النقاط الآتية: الشروط العامة اللي واجب توفرها لخضوع الممولين للضريبة على أساس إيرادات النشاط التجاري والصناعي. ان هو يكون محترف، يساوي النشاط لحساب نفسه، ان هو يهدف للربح والكسب وهكذا. نمرة 2: المهن والمنشآت التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 اللي احنا كنا كتبناها مع بعض، اللي هم زي صافي ربح محل تجاري، صافي ربح مصنع، الاستغلال بتاع السمسارة، الحرف، الكلام ده. الإعفاءات المؤقتة والنهائية من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري الصناعي. عددنا مع بعض احنا الإعفاءات وقلنا في إعفاءات زمنية، انها يبقى عفيله مثلا لمدة 10 سنين او 5 سنين وبعد ما من بدء مزاولة النشاط، وبعد ما ينتهي هذا الوقت يبتدي يخضع للضريبة. سؤال تاني: اذكر الشروط الواجب توفرها لخضوع ارباح الانشطة والمهن الاتية للضريبة على اساس ايرادات النشاط التجاري والصناعي. أرباح الصفقة الواحدة، بالرغم إن الصفقة الواحدة ديت زي النشاط العرضي اللي ما بيتكررش، لكن إن ربحها بيخضع للضريبة، بس ليه شروط. أرباح أعمال الوساطة والسمسرة المتصلة بمباشرة المهن، أرباح تشييد أو شراء العقارات على وجه الاعتياد بقصد بيعها الاحتراف يعني، أرباح تقسيم الأراضي البناء والتصرف فيها برضو على وجه الاحتراف، أرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن والتفريغ، إن يكون عد عليها أكثر من 10 سنوات، أرباح تأجير المحلات التجارية والصناعية أو الآلات الميكانيكية والكهربائية. السؤال الثالث: أذكر مظهر خروج المشرع عن القواعد والأسس المعمول بها في الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي بالنسبة للعمولة والسمسرة العرض. السؤال الرابع: اذكر الشروط التي يتعين توفرها لإعفاء الأرباح بتاعة المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال. احنا قلنا في شروط عشان أعفي له ربح 5 سنين، إن هو يكون الربح ده لاحق للحصول على القرض، وإن الأرباح ديت نتيجة أعمال ممولة من الأموال اللي خدها الممول من الصندوق الاجتماعي. السؤال الخامس:
اذكر الشروط تحددها المشرع الضريبي لإعفاء كل من الأرباح أو الإيرادات الآتية إعفاءها نهائيا من الخضوع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين: الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأسهم والسندات، عوائد السندات وصكوك التمويل، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع صكوك التمويل ووثائق الاستثمار. في سؤال تاني بعد كده: اذكر مبررات الإعفاء من الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 ل 2005 في كل حالة من الحالات الآتية: التوزيعات على أسهم مال شركات المساهمة والتوصيل بالأسهم، التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الأشخاص، التوزيعات على حصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصيل بالأسهم، التوزيعات على صكوك الاستثمار تصدير صناديق الاستثمار، عوائد الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، العوائد الناتجة عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي المصري، عوائد الودائع وحسابات التوفير في صندوق البريد. السؤال السابع: على الرغم من ان الهدف من اخضاع كل من العموله والسمسار والعرض والصفقه الواحد للضريبه على اساس ايرادات النشاط التجاري والصناعي واحد، الا ان قانون الضريبه على الدخل 91 لسنه 2005 لم يتبع نهجا واحدا في تحديد وعاء الضريبه لكل منهما. ناقش هذه العباره موضحا ان القواعد تحكم تحديد وعاء الضريبه بالنسبه للصفقه الواحده وبالنسبه للعموله والسمسار والعرض. السؤال الثامن: اكتب بإيجاز فيما يلي مفهوم الدفاتر والحسابات المنتظمة، مفهوم الفحص الضريبي وأهدافه، المعالجة الضريبية لإيرادات بيع المخلفات والمنشآت الصناعية. السؤال التاسع: اذكر المبادئ التي تحكم تحديد إيرادات النشاط التجاري والصناعي الداخل في وعاء الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005. السؤال العاشر: بلغ صافي الربح اللي أظهره حساب الأرباح والخسائر لإحدى المنشآت الصناعية الفردية 55,831/12/2012، وعند قيام الفاحص الضريبي بفحص حسابات المتاجرة لهذه المنشآت اتضح الآتي: 1. أظهرت كشوف الجرد ووجود نقص في تقويم المخزون قدره 6600 نتيجة أخطاء حسابية وتكرار قيد بعض الاصناف وعدم تسجيل بعض الاخر، كما تبين ان هذه الكشوف تتضمن بضاعه مباعه للغير ولكنها ما زالت في مخزن المنشاه قيمتها 7800. ادي بندينهم ظهروا الفاحص الضريبي، ودول ياثروا على صافي الربح المحاسبي وتحويله الى صافي ربح ضريبي. ازاي؟ انا عندي صافي الربح المحاسبي بعمل له تعديلات، بنود تضاف. لقينا اول حاجه عندي في 6600 نقص في كشوف الجرد، لازم ارجعهم يزودوا 6600 نقص في كشوف الجرد، لان بضاعه اخر المده بتخش ضمن الايرادات وبتاثر على حساب صافي الربح، وبالتالي ما دخلوش دول ضمن بضاعة آخر المدة، يبقى كأن بضاعة آخر المدة ظهرت بأقل من قيمتها، وكون إن بضاعة آخر المدة تظهر بأقل من قيمتها يعني صافي الربح ناقص، فبرجع أردهم عشان أزود صافي الربح. البند التاني: أهو بردته أزود بيهم صافي الربح المحاسبة. نيجي بند التاني، لقينا في بضاعة متباعة ب 7800 ودخلت في بضاعة آخر المدة عشان ما تسلمتش العميل، يبقى دي في بنود تخصم لأنها دخلت ضمن بضاعة آخر المدة. 7800 بضاعة مباعة ولم تسلم، يبقى في بندين، واحد هيزود صافي الربح وواحد هينقص صافي الربح. نمرة اتنين: بيتضمن المخزون من الخامات اخر المدة مواد تلفة تبلغ تكلفتها 45,000 ملهاش امل في استخدامها في الانتاج ولا توجد قيمة بيعية لها، المخزون فيه المبلغ ده
يبقى بضاعة آخر المدة 45,000 مخزون تالف لازم أشيله عشان ما يزودش الربح. وبعدين عندي مخزون الإنتاج التام قدرناه ب 32,400 وده يمثل تكلفة المخزون الإنتاج التام بعد تخفيضها بنسبة 10%، ومع العلم بأن التكلفة أقل من سعر السوق، يبقى ده أرجع أضيفه، يبقى نقص في تقدير مخزون الإنتاج التام آخر المدة. نجيبه إزاي؟ أنا عندي المخزون اتقدر ب 32,400 وده أقل ب 10%، يعني يساوي 90% من قيمته. أمال 100% يساوي كام؟ يبقى عندي 32,400 في 100 على 90، يبقى ديت فيها 3 تبقى 5، 54 يبقى المخزون مقوم بأقل ب 3,600 لازم أضيفهم. وعشان كده بعمل تعديل، ومطلوب بيان التعديلات التجارية للفحص الضريبي على صافي الربح المحاسبي للوصول إلى الربح الضريبي. وبكده نكون انتهينا من الوحدة الخاصة بتحديد صافي ربح النشاط التجاري والصناعي. هنيجي بقى آخر إيراد، صافي إيرادات الثروة العقارية، وده اتفقنا على حاجتين: صافي إيراد تأجير مفروش، والتاني صافي إيراد تأجير جديد اللي هي مدد محددة. بجيب صافي الإيراد ده ازاي؟ لأي واحدة فيهم بجيب الإيجار الشهري الفعلي في عدد شهور الإيجار، جايز ما أجرتش السنة كلها، أجرت شهرين بس في السنة، في يديني ده الإيجار أو الإيراد اللي خاضع للضريبة 50% بس. يبقى أنا عشان بجيب الصافي يبقى 50% التانية دي مقابل المصروفات اللي صرفتها على هذا الإيراد. وصافي إيراد تأجير المفروش هو زيه بالظبط صافي إيراد تأجير الوحدات لمدد محددة أو الإيجار الجديد اللي هو غير الإيجار القديم طبقا للقانون التأجير الجديد. العقد بينص على مدة واحدة 5 سنين 4 سنين سنة واحدة، كان زمان الإيجار مفتوح أي عدد من السنوات، دلوقتي الإيجار الجديد والقانون الجديد للتأجير بيحدد المدة. عشان أجيب صافي الإيراد للوحدات المفروشة أو صافي الإيراد للوحدات بتأجر إيجار خالي بس إيجار جديد محدد المدة، باخد الايجار الشهري واضربه في عدد الشهور بتاعت الايجار جوه السنه، يعني اتاجر قد ايه، ممكن يبقى 12 شهر ممكن يبقى 7 شهور. ده في وحدات بتتاجر باليوم في بعض الاحياء السياحيه، في 50% هو دوت صافي الايراد اللي هيبقى يدرك فيه وعاء الضريبه على الدخل. وبكده يبقى احنا خدنا كل صافي الايرادات اللي ممكن تخش فيه تحديد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. أما بالنسبة للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية فالعبرة بصافي الربح. وبكده نكون انتهينا من الجزء النظري للمحاسبة الضريبية 2 الخاصة بالضريبة الموحدة على الدخل سواء للأشخاص الطبيعيين أو للأشخاص الاعتباريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.